السلام عليكم شباب، اليوم راح نشرح أقوى وأحدث طريقة مضمونة لاسترجاع الصور والرسائل المحذوفة على سناب شات مجانا وفي دقائق فقط. كل ما عليك إنه أنت تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتتابع الفيديو كامل. يلا خلونا نبدأ الشرح. فكيف بتشوفوا شباب، أنا لدي هذا التطبيق الذي يدعى سناب شات بلس بلس، واللي من خلاله سوف يمكنك استرجاع جميع الصور والفيديوهات والرسائل المحذوفة. وهناك مميزات أخرى لهذا التطبيق، فمثلا زر الزائد هذا يمكنك من إضافة العديد من الحسابات في تطبيق سناب شات، يعني يمكنك فتح أكثر من حساب واحد في نفس الوقت. وإذا دخلنا على الإعدادات تلاحظون العديد من المميزات الأخرى، مثلا إذا ضغطنا على سكرين شوت بروسيس فهذا يمكنك من أخذ سكرين شوت للمحادثات بدون معرفة الشخص أنك قد قمت بعمل سكرين شوت. وهناك العديد من المميزات الأخرى، مثلا سكور مالتي بلاير يمكنك من زيادة السكور والنقاط الخاصة بك على سناب شات. هناك العديد من المميزات التي ستكتشفها بنفسك، ولكن ما يهمنا في هذا الفيديو هو هذا الخيار المكتوب عليه ريكفر شاتس، واللي من خلاله سيمكنك استرجاع جميع الصور والرسائل والفيديوهات المحذوفة. يعني فقط تضغط على الزر وسيتم استرجاع جميع الصور والرسائل المحذوفة. وفي هذا الفيديو شباب سوف أشرح لكم الطريقة الوحيدة لتحميل تطبيق سناب شات بلس بلس على جهازك الآيفون أو الأندرويد مجانا وفي دقائق فقط بدون الحاجة إلى جيل بريك أو روج أو أي شيء. يعني طريقة بسيطة جدا ويمكنك تطبيقها في أقل من 3 دقائق وتحميل التطبيق على الجهاز الخاص بك. ولكن شباب قبل أن تقوم بتحميل تطبيق سناب شات بلس بلس على الجهاز الخاص بك بالطريقة التي سوف أشرحها، تأكد من أنك قد قمت بتحميل تطبيق سناب شات الرسمي من الأب ستور أو من البلاي ستور. يعني يجب أن تكون قد حملت التطبيق الأصلي بالفعل على الجهاز الخاص بك. والآن بعد الانتهاء من تحميل تطبيق سناب شات الأصلي سوف ندخل على هذا الموقع. أول شيء شباب راح ندخل على هذا الموقع appsvip-club، فقط اضغط على الرابط بأول تعليق وراح يفتح معك. طبعا هذه هي واجهة الموقع شباب. أول شيء بننزل شوي للأسفل وستجد تطبيق سناب شات بلس بلس، وإذا لم تجده فقط قم بكتابة سناب شات بلس بلس وسيظهر معك التطبيق. نقوم بالضغط عليه، وهون شباب بنضغط على Search Injection، وهون بننتظر شوي لحتى ما ينجح الموقع في تجهيز عملية التحميل. وهون شباب تطلع الرسالة بتقول انه لازم نكمل عرضين علشان يتم اتمام عملية التحميل. بنضغط على العرضين ونقوم باكمالهما. وطريقة اتمام العرضين جد سهلة وبسيطة شباب. كل ما عليك انه انت تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدين بننتظر شوي راح يوصلنا كود على الهاتف الخاص بنا. بنقوم بكتابة الكود اللي وصلنا في الموقع، وطبعا العروض بتختلف في كل بلد شباب، لكن ضروري جدا انه انت تكمل العرضين، لانه اذا ما كملتهما ما راح يتم تحميل التطبيق. نقوم بإتمام العرض الثاني بنفس الطريقة. والآن بعد ما انتهينا من إتمام العرضين شباب، بننتظر من 2 إلى 3 دقائق وراح يتم تحميل تطبيق سناب شات بلس بلس
واللي من خلاله سوف يمكنك استرجاع جميع الصور والرسائل المهدوفة على حسابك بسناب شات. يعني هذه الطريقة يا شباب مضمونة 100% وشغالة على جميع الأجهزة الأندرويد والآيفون. كل ما عليك إنه أنت تقوم باتباع جميع الخطوات، وإن شاء الله الطريقة راح تشتغل معك 100% بدون أي مشاكل. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.